انا اليوم كانت الرد على الدفعات الشكليه ديال الزملاء، رد السيد وكيل العام المحترم واطال في ذلك وشرح المعطيات ديالو كلها، بان بناء على معطيات بان هذيك الدفعات الشكليه اللي دلوا بها مرفوضه كلها. قالوا بان كانت ما كانتش سريه التحقيق، لان كان دوزيام داروا لا، لان ما كاينش سريه التحقيق، لان السيده راه من 2007 كتقلب على ولدها 2007 مو كيهضر على سريه التحقيق ديال 2017، والسريه من السيده كتقلب من 2007 وكيقول لها ولدك هنا ولدك هنا ولدك هنا، من معلوم اللي راه جا ديك الساعه ضابط الشرطه هو اللي جا دوزيام اللي صرح هذا الشيء، ماشي هي. وراه كان ما يمكنش ديك الساعه كانت برنامج المقصفون من اللي لقاو بانهم قاتلين راه هما الشرطه القضائيه اللي ديال الفرقه الوطنيه، وما قالت لهم هذوك قاتلين وتشدوا عند كانوا في حاله صراحه انت قاضي التحقيق، تشدوا عند قاضي التحقيق هو اعتقل السيد وكيل العام الملك المرحوم استاذ مطار يرحمه من هذا المنبر هو اللي امر بالاعتقال ديالهم. ومع ذلك انا قال لك انا بالنسبه لي انا كنشوف بان هذا الملف كان خاصو يتحكم في 2007، لان هذا الملف كان باين في 2007، لان اول ما تبلغ بين نهار لقاو لان الولد هذاك بناني التامي المرحوم كان تقتل تغبر، ماشي غبر ماشي سخسافه، هو تقتل في شهر 14/3/2007، وجدت ما بانش حتى الواد مرزق في بعد 19 يوم، يعني في 3/4، ديك 3/4 جات واحد مولاتنا هنا اللي ما قالت قاتها، قالت تبيع لنا ما كتبيعش لنا هي غطات، حنا عارفين نبيع كلشي معطيات، هي اللي جات غطاتها بالتمن. من بعد ديك السيده مولاتنا هنا داروها في الحراسه النظريه هي والحر، ذاك الحارس مشى بلغ قال له شكون اللي قال لها، جابوا هذاك وجابوا ثلاثه جابوا اربعه الناس للحراسه النظريه، خرجوا من المحكمه الحراسه النظريه دينا في 4 في الشهر حطوا بناني تم في التشريح، عيطوا على با امو ذاك النهار على اساس ماشي قال لهم راه ولدكم قيناه، قال لهم واش باقي الشرطه القضائيه قال لهم واش كتقلبوا على ولدكم، ما عارفينش مساكن. خمسه المتهم الاول عيطوا عليه هادشي في 2007، الثاني في 5، الثالث في 6، يعني انهم عرفوا الجريمه، عرفوا ذاك بناني تامي، عرفوا ذوك المتورطين، عرفوا كل شيء، شدوا الملف لان غيجدوا ناس اخرين كثار منهم وذوك الناس ضروري غنوصلوا لهم. ديك الساعه تبلغ السيد، ديك الساعه داروا قرص الدرك الملكي، قرص داروا صوار، داروا محضر. ديك الساعه علموا سيدنا نائب وكيل العام الملك راه باقي دابا هنا، بلغوه كاين هادشي في المحضر، هادشي كاين عندنا في المحضر ديال 2007. ثاني جا واحد اخر ثاني عارفين سميتو ثاني حتى هو تبلغ به، باقي الناظر دابا كاين هنا، الناظر ديال 2007 باقي هنا. كيفاش كانوا كيرفضوا لينا ديما يعطوا لنا؟ علاش شي اسباب؟ علاش انا محامي جيت ندير دوري كمحاميه بغيت التزمت انا ناظر ديال الدرك الملكي خاصني ناخذه من حقي، اذا ولا نمشي بحال تنعس في الدار. علاش كان عليا ضغوطات في هذا الملفات؟ علاش؟ اش دايره انا؟ علاش؟ اش خايفين؟ ما خافيه كان اعظم. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، ايام 24 عيونكم التي لا تنام.